السلام عليكم. انا بعمل الفيديو ده عشان ارد على التحدي بتاع المهندس عمر سليم، تحدي بين اريبيا، وهو كان ان انت بتعمل فيديو بتتكلم فيه عن حاجه انت بتحبها ومؤمن بيها على الصعيد العلمي والعملي. الحقيقه انا مش خارج ولا حاجه، انا بس بتمشى دايما كده حوالين البيت علشان القعدة، انتوا عارفين يعني، حتى في البلاد اللي فيها يعني عندها الوضع اسوأ هم لسه مسموح لهم ان هم ينزلوا يتمشوا او يجروا او حتى يركبوا عجل، بس في نطاق محدد يعني. بس انا فكرت كده في حاجة هكلمكم عنها، حاولت انها تكون مرتبطة شوية بالازمة اللي بتحصل حاليا، لان احنا لو اتكلمنا عن حاجة احنا لسه هنحتاج ان احنا نستنى لغاية ما الازمة تمر وبعدين تبقى هي فعالة، الحقيقة ده مش هتكون حاجة حد يحب يسمعها. يعني الناس عايزين يعرفوا دلوقتي ايه الحاجة اللي ممكن تفيدهم سواء دلوقتي او بعدين. طيب انا اسمي هشام جمال جعفر، انا شغلتي هو مطور برمجيات هندسيه وتقنيات هندسيه زي البي اي ام والجي اس والكاد، ان انت ازاي تقدر تستفيد بالانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا معلومات، عشان خاطر تحسن من العمليه الهندسيه بتاعتك، سواء بقى ايا كان بالويب ديفلوبمنت، بالحاجات زي الفيرتشوال رياليتي، الاوجمانتد رياليتي، الحاجات دي. طيب الحاجه اللي عايز اتكلم عنها، الحقيقه انا كنت بفكر الاول اتكلم عن ابلكيشن بعينه، وبعدين قلت لا انا اخلي الموضوع عام شويه. اللي انا عايز اتكلم عنه هو الكلاود كومبيوتنج او الويب بيزد ستورج، ان انت ازاي يكون الشغل بتاعك موجود على الويب. طبعا احنا نسمع عن بيم 360، بنستخدم كتير مننا دروب بوكس او جوجل درايف، طبعا كلنا عارفين فيسبوك وبنستخدمه برضه. الفكرة ان دي كلها وسائل، اكتر من هي وسائل تخزين هي وسائل كوميونيكيشن، هي وسائل تواصل، ان انت ازاي يكون في سيرفر واحد او ما يسمى بقى بالكلاود، هارد ديسك واحد موجود عليه بينسق الشغل، الشغل بتاعنا مع بعض، بحيث ان احنا كلنا نبقى عندنا الكونسيبت بتاع السنتراليزيشن، ان انا عندي فيه حاجه سنتراليزد وكلنا بنشوفها. الكلام ده بيماكسمايز البنفيت بتاعت البي اي ام تحديدا. ليه؟ لان البي اي ام از اباوت كوميونيكيشن. البي اي ام ما ينفعش تبقى انت شغال بي اي ام من غير ما يكون في كوميونيكيشن ما بينك وبين التيم، سواء بقى عن طريق اللي هي يعني يكون في راوند تيبل، يكون في كوميونيكيشن ما بين التيم نفسه او حتى الموديل. انا لازم يكون الموديل بتاعي اقدر ان انا اقدر اعمل كوميونيكيشن ما بين الديسيبلينز وبعضها، السوفت ويرز وبعضها، لازم يكون في انتر اوبرابيلتي، لازم يكون في الاكستنشنز والفورماتس اللي بتطلع من سوفت وير تقدر تدخل في السوفت وير الثاني، ابقى شغال اوبن ستاندرد، حاجات زي الاي اف سي والكوبي، يعني تقدر تطلع من سوفت وير وتدخل لسوفت وير ثاني وتشتغل عادي. فاحنا عشان خاطر يعني نوصل للاستفاده الاوبتيموم من البي اي ام، احنا لازم نبدا نتعامل على ان السي دي اي او الكومن داتا انفايرمنت اللي هي لازم تكون موجوده في اي مشروع شغال بي اي ام، اللي هو عباره عن سيرفر موجود عليه الحاجه بتاعتنا، لازم نبدا نتوجه كمان للويب. الويب هيبدا يساعدنا اكتر ان احنا نقدر نستفاد وقت الازمه اللي احنا فيها دي. وما تخافش يعني، هي الداتا بتاعتك دي مش موجوده في الشارع، ده عليها سكيورتي قويه جدا، موجوده عند مثلا لو بنتكلم على حاجه زي بيم 360، فانت بتتكلم على عملاق من اكبر العمالقه اللي موجودين في العالم في سوق السوفت وير، ما يقلش عن جوجل حاجه يعني. فهو ده اللي انا كنت عايز اتكلم عنه النهارده، الكلاود بيماكسمايز الكوميونيكيشن اللي هيسمع على طول في البي اي ام، وازاي ان احنا نقدر نكسب وقت. يمكن بعد شويه تلاقي قانون العمل
بتقول لك ان لا خلاص يعني بعد ما نطلع من الازمه دي الناس تفكر، يمكن الناس هتبقى شغاله وقت جزء من الوقت في البيت وجزء من الوقت في الشغل، يمكن الناس هتبقى شغاله طول الوقت من البيت. طيب طول ما احنا بنقدر عندنا الكونسبت بتاع ان احنا يبقى في الشغل بتاعنا سنترلايزد، فده هيسهل علينا البروسس دي، سواء بقى كان في ازمه او ما فيش ازمه. بالفعل شركات السوفت وير عندها ده، فليه احنا بقى ما بنستفادش كشركات هندسيه بالسنترلايزيشن؟ بس ده اللي انا كنت عايز اتكلم عنه. اتمنى ان اكون قلت يعني لفت الناس نظر الناس لحاجه، حتى لو بدون تفاصيل، بس اتمنى يعني الناس تبدا تاخد خطوات ناحيه ده، لان احنا من كام سنه لما كنا بنتكلم عليه كاوبشن، فدلوقتي هو بقى ضروري، هو بقى غصب عننا لازم نروح. وطالما هو بيحل مشكله وقت الازمات، فمن وجهه نظري ان هو في وقت غير الازمات هينفع برضو نقدر نشتغل بيه، بالعكس ده هو ساعتها هيعظم الربح اكتر. بس شكرا جدا مهندس عمر سليم، وشكرا جدا بيم اريبيا. بس حاجه اخيره، لو انتوا من الناس اللي بتحبوا المواضيع المرتبطه بالانفورميشن تكنولوجي مع البي اي ام ومع الانجنييرنج، عندنا جروبنا على فيسبوك بروجرامنج فور بي اي ام، بروجرامنج فور بي اي ام. اتمنى ان انتوا تنورونا عليه، وطول الوقت احنا بنتكلم عن ازاي ان انت تقدر تستفاد بالانفورميشن تكنولوجي والسوفت وير ديفلوبمنت في المجال الهندسي. شكرا جدا.